أيضا في سنة ثالثة ثانوي. نعم. لأول مرة السنة دي بعد مرور سنتين اثنين من تطبيق نظام الاختيار المتعدد فقط في الامتحانات العامة، وبالتالي كان تم إلغاء موضوع التعبير في مادة اللغة العربية. نعم. لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة في مادة. نعم. اللغة العربية. هنا هيعود الأسئلة المقالية بنسبة 30% من إجمالي الأسئلة بتاعت الاختيار المتعدد بالضبط. طيب. ولكن بيدرس حاليا دلوقتي هل انا ادرب المدرسين على ان الاجابات على الاسئله المقاليه دي تبقى مختصره ويتم تصحيحها الكترونيا ايضا، ام يتم تصحيحها عن طريق مدرسين؟ ده لم يتم البت فيه حتى الان، لسه لغايه دلوقتي ما تمش البت في هذه الجزئيه. ده كلام مهم استاذ رفعت. قرينا والناس مش عارفه تحسم الامر بعوده نظام التحسين مره اخرى، نظام التحسين في الثانويه العامه. انا عايزه قول فاصل من حضرتك في هذه الجزئيه. القول الفاصل: لا يوجد نظام تحسين في الثانويه العامه على الاطلاق حضرتك يا استاذ عز. نعم تمام. هو نظام ايه؟ ان انا بدرب الطلاب على الامتحانات طوال السنه. لا ده موضوع تاني. ولكن ما يدرس الان، ما يدرس الان ان يخصص، ولسه لم يتم اقراره لان عايز تعديل قانون، ان يبقى في درجات قد تكون 10 درجات، قد تكون 5 درجات، قد تكون 15 درجه للغياب والحضور والمواظبه والسلوك داخل المدرسه. ده اللي انا كنت هسال حضرتك فيه، انه ازاي هيتم متابعه انه الطلبه والتلاميذ ملتزمين ومنتظمين في العام الدراسي؟ لا ده الطلاب والمدرسين. والمدرسين في قانون تفعيل لجان المتابعه بشكل حقيقي، ان ممكن تروح لجنه المتابعه مش مره واحده في اليوم، ممكن تبقى مرتين اثنين في اليوم الواحد. اتمنى ده يكون مش تصريحات اعلاميه فقط ولكنها على ارض الواقع. لا ارض الواقع حضرتك، على اساس ان اطمئن المدرس موجود والطالب ايضا موجود. ده اما مهم. موضوع انتظام الطالب برضو، انا ببدا الاول الترغيب الاول في ذهاب الطالب الى المدرسة. عدم التزام الطالب، انما عدم الالتزام الطالب هنا بيتم التفكير ان يتعمل درجات للسلوك والمواظبه والحضور، ولسه لم يتحدد حجم الدرجات دي وفي اي سنوات توضع بالنسبه للطلاب. القانون هنا على كل السنوات، ده مش على موجود على كل السنوات. يبقى تحت اي وضع احنا محتاجين القانون يا تشريع؟ الهدف كله ايه؟ الهدف كله ايه؟ ارجع الطالب لازم مرة أخرى لازم. طيب مادة الجيولوجيا والعلوم، مادة الجيولوجيا هل هتدخل ضمن المجموع والعلوم؟ ده دي مواد نقول إيه أقرب إلى الأنشطة، ومادة الاقتصاد ومادة الإحصاء وخلافه.